أعزائي المتابعين، الموروث الشعبي عندنا مليان حكايات ومليان حاجات جميلة جدا، منها الأمثال الشعبية اللي بنسمعها أو كنا بنسمعها في الحواري وفي الشوارع وفي الأزقة وفي كل بيت في مثل شعبي كده بيتقال، يعني ياما جاب الغراب لأمي. بمناسبة يعني قرب عيد الأم طبعا، أشهر مثل ياما جاب الغراب لأمه، يعني حاجة مشهورة جدا. لكن النهاردة أنا جاي معاكم بمثل جديد، أو أول مثل هنبتدي بيه حلقتنا، اسمه أم أوي عملت شعرة في الأيام الوعرة. يعني أم أوي اللي هو طائر البومة أو طائر أم أوي بقى شاعر، بقت بتقول شعر في الأيام الصعبة. وده بيتكلم عن تبدل الحال من حال لحال، يعني الأيام لما كانت طبيعية كانت أم أوي بتعيط بقى وتصوت أو بتعمل الصوت الوحش ده، انما دلوقتي بعد ما الحال تبدل او ضاقت عليها الدنيا غيرت مجالها او الكارير بتاعها زي ما احنا بنقول كده، وبقت بتقول شعر. فام اوي صلحت شعرها في الايام الوعره، هو ده المعنى الحقيقي للمثل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. تابعوني على قناه عالم احمد سنوسي، هجيب لكم كتير قوي من الاشعار دي، معايا كتاب مليان قد كده هنجيب ترجمته ان شاء الله. شكرا.